تنفيذية أكتر، لا بتبقى رؤية، رؤية. بتبقى رؤية. هو حاجة فيه أولا في خطة الدولة، خطة الدولة بتتقسم إلى وزارات، تمام. خطة الوزارات بقى كده بتتوزع على قطاعات. إحنا كقطاع بنطبق استراتيجية الدولة، بس إحنا بيبقى لنا ده انتوا كده بتشاركوا مدخلات. في الخطط نفسها وهي بالظبط، بتوضع. بيبقى لنا مدخلات ان احنا عن طريق المكاتب التجاريه في الخارج بنتمع المعلومات اللي بتقول عليها دي، بنعمل دراسات تسويقيه عن اهم القطاعات والسلع اللي احنا ممكن تنفذ في الاسواق دي، عن اهم المجالات الجاذبه للاستثمار، هم بيحبوا يشتغلوا في قطاعات ايه. فاحنا بنشارك في وضع الخطه وفي تنفيذها. بتنقل لهم وجهة النظر بقى المصرية او الجو العام في الاستثمار وفي التجارة في مصر عشان يساعدهم على الحاجات اللي هم عايزينها، حاجة تقول عليها. اه طبعا طبعا، يعني احنا من اهم بتتعب في ادوارنا، نقل وجهة النظر دي اكيد، من لان في حاجات اهم معوقات كتير ما اعرفش من بتشرحها اهم ازاي. ادوارنا. لا والله، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ولا احنا عندنا قانون استثمار جيد جدا، تمام. مش ممتاز بس جيد جدا. جديد ولا قديم؟ الجديد فاعل ولا لسه؟ فاعل تمام. جيد جدا. انا من لقاءاتي مع كل المستثمرين، وده انا قلته في لقاء قبل كده، انا ما سمعتش اي شكوى من تمام. اي مستثمر عن القانون. بيبقى في بعض المشاكل البيروقراطية زي تسجيل الشركة، زي العمالة، انما كقانون، كقانون اللي المفروض تساعد بيها او نتخلص منها بالشباك الواحد اللي المفروض بالظبط داخل اللي القانون هو برضه. اللي بيعملوه موضوع الشباك الواحد ده، ستوب شوب، تمام. بحيث ان احنا نتغلب على الحاجات البيروقراطية دي. جو مصر فيها مميزات كتيرة جدا، مميزات سواء الموقع، العمالة، توفر مواد انتاج. فبالعكس احنا بس اللي حصل في خلال 5 سنين اللي فاتوا دول، ان حصل يعني مصر مرت بظروف صعبة جدا، تمام. فكان الاستثمار الاجنبي قل قل شوية. شوية. مبتدأ دوت كوم.